ترون اسفل الشاشه في الهام اذا البلد الذي سيستضيف كأس أمم افريقيا سنه 2017 هو الجابون وليس الجزائر، كل الجزائريين كانوا يعلقون أملهم على استضافه يعني هذه التظاهره الرياضيه الكبرى والكبيره في افريقيا لما لا بعد يعني منذ سنه 1990 اخر مره واول مره واخر مره احتضننا فيها كأس أمم افريقيا للحديث